الاعتقاد من حيث الجملة تقوم على أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن عمر. وبعض العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة جعلها أصولا خمسة، لأن المذكور في آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة كتاب النبيين، ذكرت أصول الخمسة. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فلم يذكر في هذه الآية، وإن كان ذكر في حديث جبريل، وذلك والله أعلم أن الإيمان بالقدر خيره وشره راجع إلى الإيمان بالله. لذا ابن القيم رحمه الله تعالى جعلها أصولا خمسة. أما طريقة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الثلاث فقد جعلها أصولا ستة، والأمر سهل، لكن كتب الاعتقاد في الغالب ترجع إلى هذه الأصول الخمسة أو الستة.